نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المواقيت التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم منها من أراد الحج أو العمرة خمسة، والواجب على كل من أراد الحج أو العمرة ممن مر على هذه المواقيت أن يحرم منها، ومن تجاوزها متعمدا دون أن يحرم لزمه الرجوع إليها والإحرام منه، وإلا فعليه دم شاة تذبح وتذبح في مكة ويوزع لحمها على فقرائها، أي على فقراء مكة. الأمكنة التي عينها الرسول صلى الله عليه وسلم ليحرم منها من أراد الحج أو العمرة خمسة. الأول ذو الحليفة، ويسمى الآن أبيار علي، وهذا هو ميقات أهل المدينة، وبينه وبين مكة 450 كيلومتر. ميقات أهل المدينة ومن مر به من غيرهم، فهذا هو ميقات أهل المدينة، ومن مر بهذا الميقات من غير أهل المدينة ممن جاء عن طريقهم، عن طريق أهل المدينة، ذو الحليفة أو أبيار علي، لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يجاوز هذا المكان من غير إحرام، فإن فعل ذلك متعمدا فعليه أن يعود إلى أبيار علي وأن يحرم من الميقات، وإلا فعليه دم، إن لم يعود فعليه دم، يذبح شاة ويوزع لحمها على فقراء مكة بمكة. الميقات الثاني هو الجحفة، والجحفة قرية قديمة بينها وبين مكة 183 كيلومتر، خربت هذه القرية الآن، وصار الناس يحرمون بدلها من قرية قريبة من مكان قريب منها يقال له رابغ، وهي ميقات أهل الشام، ومن مر بها من غيرهم من أهل مصر والمغرب. وأما الميقات المكاني الثالث الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج أو العمرة أو أرادهما معا، هو يلملم، وهو جبل أو مكان بتهامة بينه وبين مكة 75 كيلومترا، وهو ميقات أهل اليمن ومن مر به من غيرهم، والناس يحرمون حاليا من مكان يقال له السعدية على بعد 92 كيلومتر من مكة. الميقات الرابع هو قرن المنازل، ويسمى أيضا السيل الكبير، وهذا بينه وبين مكة مرحلتان، هو ميقات أهل نجد ومن مر به من غيره. الميقات الخامس الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم ويبعد عن مكة 94 كيلومترا، فهو ذات عرق، وبينها وبين مكة مرحلتان على هذا القدر من الكيلومترات، وميقات أهل العراق ومن مر بها من غيرهم، يعني بذات عرق من غير أهل العراق، فمن مر بهذا الموضع
يقصد مكة حاجا أو معتمرا فعليه أن يحرم من هذا الموضع، فإن تجاوز هذا الموضع عامدا فإنه يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ثم يحرم بالحج أو بالعمرة، ثم إذا ما مضى من غير أن يعود إلى الميقات لكي يحرم من الميقات فإن عليه أن يذبح شاة وأن يفرق لحمها على فقراء مكة بمكة. من كان أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فإن ميقاته مكانه يحرم منه، حتى أهل مكة يحرمون من مكة، فالذي يتمتع بالعمرة إلى الحج فإنه يحرم بالعمرة من الميقات. ثم إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة فإنه يحرم من مسكنه، ولا يجوز له أن يتجاوز مسكنه لأن إحرامه يكون من مكانه، فأهل مكة يحرمون من مكة، ومن كان طريقه يمينا أو شمالا من هذه المواقيت بحيث إنه لا يمر بها بعينها فإنه يحرم إذا ما حاز أقرب المواقيت إليه، ومن كان في طائرة فإنه يحرم أيضا إذا حاز الميقات من فوق، فيتأهب ويلبس ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات، فإذا حاذاه نوى الإحرام في الحال ولا يجوز تأخيره حتى لا يتجاوز الميقات من غير إحرام. وهنالك فارق كبير بين أن يغتسل الإنسان وأن يلبس ملابس الإحرام وأن يحرم، فيمكن أن يكون الإنسان متأهبا من المطار أو حتى من بيته من غير إحرام، فإذا ما أتى الإعلان عن القرب والاقتراب من الميقات فإنه حينئذ يهل بالحج أو يهل بالعمرة أو بهما معا إن كان قارنا. فلا يجوز أن يتأخر الإنسان بالإحرام عن الميقات. بعض الناس يكون في الطائرة وهو يريد الحج أو العمرة فيحاذي الميقات ولا يحرم منه، بل يؤخر الإحرام إلى أن ينزل في المطار، وهذا لا يجوز لأنه من تعدي حدود الله تبارك وتعالى. وأما إذا مر بالميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة ونوى بعد ذلك الحج أو العمرة فإنه حينئذ يحرم من مكانه، من مكان نيته، ولا شيء عليه، ولكن لا يتجاوز الميقات وهو يريد الحج أو العمرة من غير إحرام. الذي يمر بهذه المواقيت التي حددها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا التحديد لهذه الأماكن هو من عند ربنا تبارك وتعالى على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي المواقيت المكانية، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة أبيار علي، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهن لهن، أي فهذه المواقيت لهذه الأقطار، فهن لهن، والمراد لأهل هذه الأقطار. ثم بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه المواقيت المكانية هي أيضا لمن مر بتلك المواقيت من غير أهلهن، فهن لهن، يعني فهذه المواقيت المكانية مواقيت لمن كان ساكنا بهن بتلك الأمكنة التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة أو أراد الحج أو العمرة. فمن كان دونهن، يعني من كان أقرب إلى مكة من الميقات فمن أهله، يعني فإنه حينئذ يهل أن يحرم بالحج أو بالعمرة من مسكنه، ولا يجوز له أن يتجاوز مسكنه من غير إحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها.
وفي رواية، لأن هذه الرواية المتفق على صحتها ذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة من المواقيت. وأما أهل نجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم أيضا في رواية في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأهل نجد من قرن، أي من قرن المنازل ذلك المكان. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدد تلك الأمكنة، لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يتجاوز ميقاتا من تلك المواقيت إذا مر به وكان أبعد عن مكة منه أن يتجاوزه من غير إحرام كما مر. من مر بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة وإنما يريد مكة لزيارة قريب أو تجارة أو طلب علم أو علاج أو غير ذلك من الأغراض والأعراض فإنه لا يجب عليه الإحرام، لحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ثم قال: هن لهن ولمن أتى إليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة، لمن كان يريد الحج أو العمرة. فعلق الحكم صلى الله عليه وسلم بمن يريد الحج أو العمرة، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بمن يريد الحج أو العمرة. فالمفهوم إذن من هذا المنطوق أن من لا يريد الحج والعمرة لا يجب عليه الإحرام منه، وإرادة الحج أو العمرة غير واجبة على من أدى الفرض. يعني الذي أدى الفرض ويريد أن ينزل مكة لا لعمرة ولا لحج فلا شيء عليه ولا يلزمه إحرام حينئذ. الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. ولكن الأولى وبخاصة في هذا الزمان الذي يتكلف فيه الحج والعمرة كذلك كثيرا من الأموال والمشقة والعسر أيضا في أن يصل الإنسان إلى مكة، فالأولى أن الإنسان لا يحرم نفسه من التطوع بالنسك ليحصل له الأجر لسهولة الإحرام في هذا الوقت. يعني عندما يكون داخلا مكة لغير حج ولا عمرة فما عليه إذا كان قد أدى الفرض وهو داخل مكة في وقت الحج أن يهل بالحج، وأصبح الأمر سهلا يسيرا بفضل الله تبارك وتعالى. أو كان داخلا مكة في غير زمان الحج فما عليه إذا ما أهل بالعمرة، وما أكثر ما عليه إذا ما فوت ذلك على نفسه فإنه يفوت خيرا كثيرا. المحرم يجوز له أن يلبس الساعة وسماعة الأذن والخاتم والنعلين ونظارة العين والحزام والكمر، وأن يستظل بالشمسية وسقف السيارة، لا كما يتنطع بعض الناس فيرفعون سقف السيارة حتى لا يستظلوا بذلك. وكذلك يجوز للمحرم حمل المتاع على رأسه، بل وحمل الفراش على رأسه، ويجوز تضميد الجروح وتغيير ملابس الإحرام وتنظيفها وغسل الرأس والبدن، وإن سقط مع ذلك شعر بدون قصد فلا شيء عليه. يجوز للمحرم أن يغتسل للتنظيف وللابتراد وللاحتلام. يجوز للمحرم أن يغتسل وأن يغسل رأسه وبدنه، وإن سقط شيء من شعره بدون قصد منه فلا شيء عليه. وأما المحظورات التي ينبغي على المحرم أن يتوقى منها فهي إزالة شيء من الشعر في أي موضع من البدن، وكذلك إزالة شيء من الأظفار. ولكن إن سقط شيء منها بدون قصد، أو إن أخذ شيئا من شعره أو قلم أظفاره ناسيا،
أو جاهلا الحكم فلا شيء عليه، ولكن مع العمد والقصد فلا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئا من أظفاره ولا من شعره، ولا يجوز للمحرم التطيب لا في البدن ولا في الثوب، فالطيب محرم على المحرم، لا يجوز أن يستخدمه لا في بدنه ولا في ثيابه، وتلك المنظفات التي تحمل الروائح العطرية ينبغي أن يتجنبها لأنها تعطي تلك الرائحة، ولا باس بما بقي من أثر الطيب الذي مس قبل إحرامه في بدنه أو في ثوبه، ولكن ينبغي عليه أن يغسل ما أصاب من ثوبه من ذلك الطيب بعد الإحرام، لا باس عليه بما أصاب البدن، وأما ما أصاب الثوب فيجب عليه أن يغسله. يحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم، ذكرا كان أو أنثى، أن يتعرض للصيد البري بالقتل أو التمثيل أو حتى أن ينفره، هذا حرام عليه، أو أن يعاون غيره على صيده، فهذا كله حرام على المحرم وغير المحرم ما دام في الحرم، والحرم هو ما دون الحل، وليس المقصود بالحرم ها هنا هو مكة ولا المسجد الحرام ولا الكعبة، وإنما هو شيء أوسع من ذلك على حسب تلك المواقيت التي ذكرت من قبل له تحديد، فلا يجوز مطلقا أن ينفر صيدا ولا أن يصيد ولا أن يعاون على صيد، كل ذلك ممنوع محرم على المحرم وغير المحرم وغير المحرم داخل الحرم. ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم قطع شجر الحرم وقطع نباته الأخضر، كل ذلك ممنوع في حدود الحرم بمعناه الواسع، وهذا النبات الذي نبت بغير فعل الإنسان بغير غرسه بغير مجهود منه، فإن كل ذلك مما حرمه الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يجوز للمسلم محرما كان أو غير محرم التقاط اللقطة في الحرم من نقود أو ذهب أو فضة أو غيرها، لا يجوز أن يفعل ذلك في البلد الحرام إلا لتعريفها، فلقطة الحرم لا يجوز التقاطها إلا لتعريفها. كثير من الناس يجد الشيء ما لك ومال، إن كنت إنما ستلتقطه من أجل أن تعرفه، يعني تقول وجدت كذا في المكان الفلاني من أجل التعريف أو أن تذهب به إلى المسؤولين عن الحرم أو عن أمثال هذه الأمور فذلك، وإلا فإن من المحرم في الحرم في البلد الحرام أن تلتقط اللقطة إلا للتعريف، ما لك ولها، إن التقطتها من أجل أن تعرفها فذلك، وإلا فيحرم التقاطها. ولا يجوز للمحرم خطبة النساء ولا عقد النكاح سواء كان ذلك لنفسه أو لغيره، وكذلك الجماع، وكذلك المباشرة بشهوة، فكل ذلك لا يجوز للمحرم. ومعلوم أن النكاح مفسد للحد. ولا يجوز للمحرم لبس المخيط على الجسم كله أو بعضه كالثوب أو القميص والبرانس والسراويل، وكذلك لبس الخفين، لبس المخيط مما لا يجوز للمحرم أن يأتي به، وكذلك لا يجوز للمحرم تغطية الرأس لا بالإحرام ولا بخلافه مما يلصق على الرأس مثل العمامة والكوفية والشماغ والقلنسوة والغترة وغير ذلك من تلك الأشياء، وأما إن استخدم الشمسية فلا شيء عليه، وأما سقف السيارة فلا شيء فيه، وكذلك سقف الخيمة، وكذلك لو حمل الفراش على رأسه أو حمل متاعه على رأسه، فكل ذلك لا شيء فيه، ولكن لا يجوز للمحرم تغطية الرأس بالإحرام وخلافه مما يلصق بالرأس عادة. وأما إن غطى رأسه ناسيا
أو جاهلا الحكم فإنه يجب عليه إزالة الغطاء متى تذكر أو علم بالحكم ولا شيء عليه. ولا يجوز للمرأة وقت الإحرام لبس القفازين في يديها ولا أن تستر وجهها بالنقاب أو البرقع إلا إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب فيجب عليها أن تستر وجهها بالخمار ونحوه كما لو لم تكن محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما نهى عن النقاب وما كان كالنقاب كالبرقع، وأما الجلباب نفسه وأما أن تختمر بتلك الصورة المعهودة الآن بأن تغطي وجهها فلا شيء في ذلك وليست بمخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنساك ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. فالتمتع أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهذه أشهر الحج، فإذا تمتع بالعمرة إلى الحج بأن أحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج فإذا وصل مكة طاف وسعى العمرة وحلق أو قصر، فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أفعاله، فهذا هو التمتع وهو النسك الأول، أن يحرم بالعمرة فإذا قضى مناسكها أحل منها وتمتع إلى يوم التروية فأهل أو أحرم بالحج ثم أتى بما يجب عليه من أفعاله وحينئذ يكون متمتعا، فهذا هو التمتع. والإفراد أن يحرم بالحج وحده، فإذا وصل مكة طاف للقدوم طواف القدوم ثم سعى للحج ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه بل يبقى محرما حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، وإن أخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس عليه، يعني طواف الإفاضة في يوم العيد، إن أخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة فلا شيء عليه، وإن أتى به يعني بسعي الحج بعد طواف القدوم فذلك. فهذا أحرم يعني نوى الحج وحده ثم وصل مكة فطاف طواف القدوم ثم سعى للحج أو أخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الحج يعني طواف الإفاضة في يوم العيد فلا بأس عليه أيضا. لا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه بل يبقى على إحرامه محرما حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، فهذا هو الإفراد. وأما القران فأن يحرم بالعمرة والحج معا، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليه قبل الشروع في طوافها يعني في طواف العمرة. وعمل القارن كعمل المفرد سواء، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، يعني هما في العمل سواء، ولكن القارن الذي يقرن العمرة مع الحج عليه هدي كالمتمتع، وأما المفرد فلا هدي عليه. أفضل هذه الأنواع الثلاثة من الأنساك هي التمتع، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وحثهم عليه، حتى لو أن الإنسان أحرم قارنا أو مفردا فإنه يتأكد عليه أن يقلب إحرامه إلى عمرة ليصير متمتعا ولو بعد أن طاف وسعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف وسعى عام حجة الوداع ومعه أصحابه أمر كل من ليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة ويقصر، لأنه لو حلق وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل معه أصحابه رضوان الله عليهم في اليوم الرابع من ذي الحجة، فلو أنهم حلقوا للعمرة لما وجدوا شيئا ولما نبت الشعر من أجل الحج، فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقلبوا إحرامهم عمرة
وأن يقصروا وأن يحلوا. وقال: لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يحرم الإنسان بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم لا يتمكن من إتمام العمرة قبل الوقوف بعرفة، كأن يذهب متأخرا فلا يتمكن من إتمام العمرة قبل الوقوف بعرفة، ففي هذه الحال يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا. يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا. لو أن إنسانا أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، فحصل له عائق يمنعه من الدخول إلى مكة قبل يوم عرفة، فإنه ينوي إدخال الحج على العمرة ويكون قارنا، فيستمر في إحرامه ويفعل ما يفعله الحاج، يدخل العمرة على الحج ويفعل ما يفعله القارن، يستمر على إحرامه وفيه ويفعل ما يفعله الحاج. التمتع بالعمرة إلى الحج وعليه هدي. النسك الأول: التمتع بالعمرة إلى الحج وعليه هدي. الإحرام بالعمرة في أشهر الحج هي شوال، ذو القعدة، العشر الأول من شهر ذي الحجة، ويقول: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. ويتحلل من عمرته بطواف وسعي وتقصير، يطوف ويسعى ويقصر، ويحل له كل شيء من محظورات الإحرام. فإذا جاء اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وهو يوم التروية، فإنه يحرم بالحج من مكانه، فرغ من العمرة وقصر ثم تمتع، يتمتع ما بين العمرة إلى الحج بكل شيء حتى النساء. في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة يحرم بالحج من مكانه ويخرج إلى المشاعر ويتم الحج وعليه هدي. ما الهدي؟ شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، أن يشترك في بدنة، في ناقة، في جمل، بحيث لا يزيد المشاركون على سبعة. سبع بدنة، سبع بقرة، ويمكن أن يكون أقل من ذلك. فإن لم يجد شاة أو لم يجد ما يشارك فيه في سبع بدنات أو سبع بقرة، فإن عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهل إن لم يجد. والقران يقرن بين العمرة والحج، يقرن بينهما بلا تمتع، لا يحل من إحرامه وعليه هدي. الإحرام بالعمرة والحج معا، فيقول: لبيك عمرة وحجا. فإذا وصل إلى مكة يطوف طواف القدوم، يسعى للحج والعمرة سعيا واحدا، ويبقى على إحرامه، لا يتحلل، ثم يخرج إلى المشاعر في اليوم الثامن، في يوم التروية، في اليوم الثامن من ذي الحجة، ويتم بقية النسك المكون من نسكين: عمرة وحج، عمرة وحج. إلا أنه لا يسعى، لأنه قد سعى بعد طواف القدوم. وعلى القارن هدي: شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. الإفراد هو الإحرام بالحج وحده ولا هدي عليه. إذا وصل إلى الميقات يقول: لبيك حجا، لا دخل للعمرة هاهنا. وإذا وصل مكة يطوف للقدوم ويسعى للحج، ويبقى على إحرامه إلى أن يكمل النسك، وليس على المفرد هدي لأنه لم يجمع بين العمرة والحج، لا قارنا ولا متمتعا. المتمتع بالعمرة إلى الحج، متمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا ما اختاره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته. ولولا أنه ساق الهدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتمتع، ولكنه كان قد ساق الهدي صلى الله عليه وسلم فظل على إحرامه،
وقرن بين العمرة والحج صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التمتع بالعمرة إلى الحج يحرم من الميقات، يطوف للعمرة، يسعى للعمرة، يقصر أو يحلق شعر رأسه، يتحلل من الإحرام، ويباح له كل شيء من محظورات الإحرام حتى النساء، ويحرم للحج يوم التروية اليوم الثاني. القارن بين الحج والعمرة يحرم من الميقات، يطوف للقدوم، المتمتع يطوف للعمرة، وأما القارن وكذلك المفرد فإنه يطوف للقدوم، يسعى للحج والعمرة سعيا واحدا، يسعى للحج والعمرة ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر ويجتنب محظورات الإحرام. وأما المفرد بالحج وحده فإنه يحرم من الميقات، يطوف للقدوم، يسعى للحج، يبقى على إحرامه إلى يوم النحر ويجتنب محظورات الإحرام. طواف القدوم للمفرد والقارن ما حكمه؟ سنة، إذا تركه فلا شيء عليه، لا شيء عليه معناها أنه ليس عليه دم، لا يلزمه أن يذبح في مكة وأن يطعم الفقراء من أهلها، ولا يلزمه إذا لم يكن واجدا لما يؤدي به ذلك أن يصوم 3 أيام في الحج ولا 7 إذا رجع. فإذا طواف القدوم للمفرد والقارن سنة، فإذا تركه فلا شيء عليه، ولكن من يفوت مثل ذلك إلا أن يكون معذورا، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا طاف للقدوم وذهب إلى منى مباشرة سعى للحج بعد طواف الإفاضة، لو أنه كان قارنا أو كان مفردا ثم دخل مكة فدخل المسجد الحرام فطاف طواف القدوم ولم يسعى فإنه لا شيء عليه، إذا ما ذهب إلى منى مباشرة وسعى للحج بعد طواف الإفاضة. سعى للحج بعد طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة كما هو معلوم من أعمال يوم العيد، طواف الإفاضة من أعمال يوم العيد. المحرم الذي يلزمه الهدي المتمتع والقارن دون المفرد. كثير من الناس إذا من الله تبارك وتعالى عليه بالحج فإنه لشح نفسه يفرد ولا يتمتع لكي يهرب من مسألة الهدي. المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج أي بعد دخول شوال، ولذلك لو أنه اعتمر في رمضان، وكثير من الناس يصنع ذلك، رمضان ليس من أشهر الحج، ثم دخل عليه شوال وذو القعدة ثم دخل ذو الحجة فأهل بالحج وحده فهذا مفرد، مع أنه قد اعتمر في ذات العام ولكن العمرة وقعت في غير أشهر الحج، لا يكون متمتعا وكذلك لا يكون قارنا إلا إذا قارن بين العمرة والحج على ذلك النحو الموصوف. أما المتمتع الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج أي بعد دخول شوال ويحرم ثم يأتي بالعمرة ويحل منه، يحل ويتمتع ثم يحرم بالحج في عامه، فإن أحرم بالعمرة قبل دخول شهر شوال فليس بمتمتع فلا هدي عليه، سواء كان قد صام رمضان بمكة أم لم يصم رمضان بمكة، صيام رمضان بمكة لا أثر له، العبرة بعقد إحرام العمرة، فمتى كان قبل دخول شهر شوال فلا هدي عليه، وإن كان بعد دخول شهر شوال فهو متمتع يلزمه الهدي إذا تمت شروط الوجوب. وأما ما يعتقده بعض العوام من أن العبرة بصيام رمضان وأن من صام بمكة فلا هدي عليه ومن لم يصم بها فعليه هدي، فهذا اعتقاد غير صحيح. العبرة بزمان انعقاد العمرة، إذا كانت في أشهر الحج ثم تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه هدي.
القارن الذي يحرم بالعمرة والحج جميعا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليه قبل الشروع في طواف العمرة، ولا يجب الهدي على المتمتع والقارن إلا بشرط ألا يكونا، أي المتمتع والقارن، من حاضر المسجد الحرام، فإن كان من حاضر المسجد الحرام فلا هدي عليهما. يعني الآفاقيون هؤلاء هم الذين يلزمون، أما حاضروا المسجد الحرام فلا هدي عليهم. حاضروا المسجد الحرام هم أهل الحرم ومن كانوا قريبين منه، بحيث لا يكون بينهم وبين الحرم مسافة تعد سفرا كأهل الشرائع ونحوهم، فإنه لا هدي عليه. وأما من كانوا بعيدين من الحرم بحيث يكون بينهم وبين الحرم مسافة تعد سفرا كأهل جدة، فإنه يلزمهم الهدي ولا يعدون من حاضري المسجد الحرام، لأن بينهم وبين الحرم مسافة تعد سفرا لهم. وأما حاضروا المسجد الحرام فلا هدي عليه. من كان من أهل مكة ثم سافر إلى غيرها لطلب علم أو غيره ورجع إليها متمتعا فإنه لا هدي عليه، لأن العبرة بمحل إقامته وسكناه، وهو من ساكن مكة من حاضر المسجد الحرام، إلا إذا انتقل إلى غير مكة للسكنى، فإنه إذا رجع إليها متمتعا يلزمه الهدي، لأنه حينئذ ليس من حاضري المسجد الحرام، فالعبرة بمحل السكن والإقامة. الهدي الواجب على المتمتع والقارن شاة تجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. يجوز أن يصوم الأيام 3 في أيام التشريق، وهي 11، 12، و13 من ذي الحجة، لأنهم كانوا إذا ما نحروا هديا لله تبارك وتعالى أقدوا اللحم فعرضوه للشمس حين الشروق، فسميت تلك الأيام بأيام التشريق لتعريض تلك اللحوم شرائح من أجل التجفيف للحفظ، فسميت تلك الأيام بأيام التشريق، 11، 12، و13 من شهر ذي الحجة. ويجوز أن يصومها قبل ذلك بعد إحرام العمرة، بعد إحرام العمرة، ولكن لا يصومها يوم العيد ولا بعرفة، لا يصوم يوم العيد ولا بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم العيدين ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. ويجوز أن يصوم هذه الأيام 3 متوالية أو متفرقة، لكن لا يؤخرها عن أيام التشريق. وأما 7 الباقية فإنه يصومها إذا رجع إلى أهله، إن شاء صامها متوالية وإن شاء صامها متفرقة. أيام ذبح الهدي 4 أيام، يوم العيد و3 أيام بعده، وهي أيام التشريق، 11، 12، و13، فمن ذبح قبل هذه الأيام فشاته شاة لحم ولا تجزئه عن الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح هديه قبل يوم العيد، الهدي من النسك، وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فما دام من المناسك وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فينبغي أن يلتزم الوقت الذي حدده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم لم يذبح هديه قبل يوم العيد. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أيام التشريق ذبح، وأيام التشريق هي الأيام 3 بعد يوم العيد. يجوز الذبح في هذه الأيام، يعني في أيام التشريق، ليلا أو نهارا، لكن النهار أفضل. ويجوز أيضا الذبح في منى وفي مكة، لكن في منى أفضل، إلا أن يكون الذبح بمكة أنفع للفقراء، إلا أن يكون الذبح بمكة أنفع للفقراء، بحيث يكون الانتفاع به في منى يسيرا، فإنه يتبعها هنا ما هو أصلح وأنفع. وعلى هذا فلو أخر هديه إلى اليوم 13 وذبحه بمكة فلا بأس. إيجاب الهدي على القادر أو الصيام على من لم يجد
الهدي ليس غرما على العبد أو إتعابا لبدنه بلا فائدة، وإنما هو من إتمام النسك وإكماله ومن رحمة الله تبارك وتعالى وإحسانه، حيث شرع لعباده ما فيه كمال عبادتهم وتقربهم إلى ربهم، وهو زيادة في أجرهم ورفعة في درجاتهم. النفقة فيه مخلوفة والسعي فيه مشكور، وكثير من الناس لا يلاحظون هذه الفائدة ولا يحسبون لهذا الأجر حسابا، فتجدهم يتهربون من وجوب الهدي ويسعون لإسقاطه بكل وسيلة، حتى إن بعضهم يفرد الحج وحده من أجل ألا يجب عليه الهدي، فيحرمون أنفسهم أجر التمتع وأجر الهدي وأجر الهدي، وهذه غفلة ينبغي التنبه لها. صفة العمرة، إذا أراد أن يحرم بالعمرة فالمشروع أن يتجرد من ثيابه ويغتسل كما يغتسل للجنابة، ويتطيب بأطيب ما يجد من دهن، دهن عود أو غيره، في رأسه ولحيته، ولا يضره بقاء ذلك بعد الإحرام، يعني يبقى أثر الطيب في رأسه وفي لحيته بعد الإحرام، والطيب محرم على المحرم ولكنه أتى بذلك قبل الإحرام. فإذا أراد أن يحرم بالعمرة فالمشروع أن يتجرد من ثيابه ويغتسل اغتساله للجنابة، ثم يتطيب بأطيب ما يجده من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته، ولا يضره بقاء ذلك بعد الإحرام، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص المسك في رأسه ولحيته بعد ذلك. وبيص المسك يعني بريق المسك ولمعان المسك في رأسه وفي لحيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن عقد الإحرام. الاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء حتى النفساء والحائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس حين نفست أن تغتسل عند إحرامها وتستثفر بثوب وتحرم، يعني أن تجعل شيئا حتى يمتص الدم، دم الحيض، حتى لا يصيب شيئا من تلك الأماكن، وتستثفر تتلجم بثوب وتحرم، بعد أن أمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل عند إحرامها. ثم بعد الاغتسال والتطيب يلبس ثياب الإحرام، بعد الاغتسال والتطيب يلبس ثياب الإحرام، ثم يصلي غير الحائض والنفساء الفريضة إن كان في وقت فريضة، وإلا صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء، لأنه ليس هنالك ما يسمى بسنة الإحرام. ركعتا الإحرام ليست من سنة النبي هما صلى الله عليه وسلم، فلا يسمى هنالك بالسنة شيء من الصلاة بسنة الإحرام، وإنما هو توضأ اغتسل، فإنه يصلي إذا كانت الفريضة يصلي الفريضة، وإلا صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء، فإذا فرغ من الصلاة أحرم وقال لبيك عمره، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، صيغة التلبية التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويرفع الرجل بها صوته، والمرأة تأتي بذلك بقدر ما تسمع من بجنبها، وأما الرجل فيرفع صوته عاليا بقدر ما يستطيع، لأن الملبي الذي يأتي بالتلبية يؤمر بأن يرفع صوته بالتلبية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. هذا أمر من عند الله تبارك وتعالى نزل به جبريل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم به، وهذا رواه أصحاب السنن وغيره.
وكذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. فأما العج فهو رفع الصوت بالتلبية، وأما الثج فهو إراقة الدماء في الهج. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجته يصرخون بالتلبية صراخا. وقال أبو حازم: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا، يعني إذا عقدوا الإحرام نية كما مر ذكر ذلك، لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، ويأتي بالتلبية يرفع بها صوته. قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجته لما أمرهم يصرخون بها صراخا، يصرخون بها صراخا. وقال أبو حازم: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم، حتى تذهب أصواتهم من صراخهم بالتلبية لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية. يرفع الإنسان بالتلبية صوته يصرخ بها صراخا، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصنعون. إذا كان من يريد الإحرام خائفا من عائق يعوقه عن إتمام النسك، فإنه ينبغي عليه أن يشترط عند الإحرام فيقول عند عقده: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يشترط على ربه إذا عقد الإحرام، يقول إن كان خائفا من عائق يعوقه عن إتمام نسكه فإنه يشترط، يقول عند عقد الإحرام: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أي إن منعني مانع عن إتمام نسكي من مرض أو تأخر أو غيرهما فإني أحل من إحرامي في ذلك الموضع الذي حبس فيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضاعة بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صحابية هاشمية، حين أرادت الإحرام وهي مريضة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط، وقال: إن لك على ربك ما استثنيت، فمتى اشترط وحصل له ما يمنعه من إتمام نسكه فإنه يحل ولا شيء عليه. يتحلل من الإحرام إذا كان مشترطا فحصر، يعني أتاه عائق يعوقه عن إتمام النسك من مرض أو تأخر أو غير ذلك، فإنه يحل ولا شيء عليه. والدليل على ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد رضوان الله عليه. فقال لها: اشترطي. قالت: إني وجعة، يعني تجد في نفسها الوجع والألم والمرض، فخشيت أن تحصر وأن يحبسها المرض عن إتمام النسك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. صلى الله عليه وسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضوان الله عليها على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، يعني وجعة مريضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث، على هذه الروايات التي رواها مسلم رحمة الله عليه في صحيحه، كما روى أيضا
ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني امرأة ثقيلة، يعني وجعة، يعني تخشى من المرض، وإني أريد الحج فما تأمرني؟ فقال أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال فأدركت، يعني أكرمها الله رب العالمين ولم تحبس فأدت النسك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا هذا التيسير الذي جعله الله تبارك وتعالى لمن كان خائفا من الإحصار ألا يبلغ أداء النسك على الوجه أن يشترط على ربه جل وعلا محلي حيث حبستني، فإذا حبس فإنه يتحلل من الإحرام ولا شيء عليه. وأما من لا يخاف من عائق يعوقه عن إتمام نسكه فإنه لا ينبغي له أن يشترط. الذي لا يخاف لا به وجع ولا هو مطارد ولا به قلبة ولا هو ثقيل من مرض فلا يشترط، لا ينبغي له أن يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم يأمر بالاشتراط كل أحد، وإنما أمر به ضباعة بنت الزبير لوجود المرض به، فمن كان خائفا من ذلك لمرض أو غيره فإنه يشترط على رب. ينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية خصوصا عند تغير الأحوال والأزمان، مثل أن يعلو مرتفعا أو ينزل منخفضا أو يقبل الليل أو النهار، وأن يسأل الله بعدها رضوانه والجنة ويستعيذ برحمته من النار. والتلبية مشروعة في العمرة من الإحرام إلى أن يبتدئ بالطواف، تلبية في العمرة منذ أن يحرم إلى أن يبدأ في الطواف، فإذا بدأ في الطواف انقطعت التلبية في العمرة. وأما في الحج فإن التلبية من الإحرام إلى أن يبتدئ برمي جمرة العقبة يوم العيد، فإذا بدأ برمي الحصاة الأولى في جمرة العقبة في يوم العيد انقطعت التلبية، هذا في الحج. فالتلبية تكون في العمرة من الإحرام إلى أن يبتدئ بالطواف، وفي الحج من الإحرام إلى أن يبتدئ برمي جمرة العقبة من يوم العيد. وينبغي إذا قرب من مكة أن يغتسل لدخول مكة، وهذه سنة من السنن التي أغفلتها جماهير المسلمين، يغتسل لدخول مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخوله، فإذا دخل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم يتقدم إلى الحجر الأسود ليبتدئ الطواف، لأن الطواف يبتدئ من محاذاة الحجر الأسود أو من استلامه إن أمكن أو من تقبيله، يعني بإزاء الحجر. يتقدم إلى الحجر الأسود ليبتدئ الطواف فيستلم الحجر بيده اليمنى ويقبله، يستلمه بيده يعني يضع يده على الحجر ويقبل الحجر، فإن لم يتيسر تقبيله قبل يده بعد استلام الحجر، فإن لم يتيسر استلامه بيده فإنه يستقبل الحجر ويشير إليه بيده إشارة ولا يقبله، ويهلل ويكبر لا إله إلا الله والله أكبر ويبدأ في الطواف. والأفضل أن لا يزاحم فيؤذي الناس ويتأذى بهم، لما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر رضي الله عنه يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، فإن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر، فاستقبله وهلل وكبر. ويقول عند استلام الحجر بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره ويجتهد
ألا يطوف من داخل الكعبة، يعني من داخل الحجر، لأن الحجر من الكعبة، فيطوف من خارج الحجر، يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره، فإذا بلغ الركن اليماني استلمه من غير تقبيل، فإن لم يتيسر فلا يزاحم عليك. يقول: بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الذكر بين الركن اليماني والحجر. وأما في بقية الطواف فإنه يجتهد في ذكر الله رب العالمين بما شاء. وأما الذكر المأثور في هذا القدر من الشوط من الطواف فهو هذه الآية العظيمة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا استلم الركن اليماني لا يقبله. كثير من الناس يتهافت على الركن اليماني كما يتهافت على الحجر، يوسعه تقبيلا، وليس ذلك من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وكلما مر بالحجر الأسود كبر، ويقول في بقية طوافه: ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة القرآن، فإنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله جل وعلا. في هذا الطواف، يعني الطواف أول ما يقدم الرجل، ينبغي للرجل أن يفعل شيئين: الأول الاضطباع من ابتداء الطواف إلى انتهاء، الاضطباع من بداية الطواف إلى نهاية الطواف، من بداية الطواف لا قبله، من بداية الطواف إلى نهاية الطواف، يعني يبدأ ببداية الطواف وينتهي الاضطباع بانتهاء الطواف. كثير من الناس تجده أحرم مضطبعا وفرغ من الطواف ويظل مضطبعا، وذلك كله مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفة الاضطباع يجعل وسط الرداء داخل الإبط الأيمن وطرفيه من أمام ومن خلف على كتفه الأيسر، فيبدو كتفه الأيمن. هذا إنما يكون إذا قدم الرجل يطوف بالبيت في أول ما يقدم، فإنه من بداية الطواف إلى نهايته يضطبع، يجعل الرداء تحت الإبط الأيمن، ثم يجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر، فإذا ما فرغ من الطواف عاد رداءه إلى حالته قبل الطواف، لأن الاضطباع محله الطواف فقط. فمحل هذا الأمر المتعلق بالإحرام وبثيابه إنما يكون في الطواف فقط، والطواف عند قدومه. وأما الأمر الثاني الذي يجب على الرجال فهو الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط. والرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطوات، يسرع مع مقاربة الخطوات. وأما الأشواط الأربعة الباقية فليس فيها رمل، وإنما يمشي كعادته. وهذا الرمل إنما يكون إن ولد فرصة لذلك، وأما الزحام فإنه يمنع الإنسان ربما من المشي فضلا عن الرمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكثر سواد المسلمين الصالحين، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. إذا أتم الطواف سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين خلف المقام، إن تيسر، فإن لم يتيسر صلاهما في أي مكان في المسجد، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد بعد الفاتحة. فإذا فرغ من صلاة الركعتين رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه إن تيسر له، وإلا فلا شيء عليه. ثم يخرج إلى المسعى، أتم الطواف وصلى ركعتين
خلف مقام إبراهيم ثم عاد إلى الحجر إن تيسر فاستلمه وإلا فلا شيء عليه إن تيسر، ثم يخرج إلى المسعى. فإذا دنا من الصفا اقترب من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة، ويستطيع أن يرى الكعبة إذا رقي أي على الصفا، وأما المروة فإنه لا يرى الكعبة من هنالك من ثم. فإذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، ثم يرقى يعني يصعد على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه يحمد الله تبارك وتعالى ويدعو ما شاء أن يدعو. يستقبل الكعبة، يرفع يديه، يرفع يديه داعيا، لا يرفع يديه إلى الكعبة وإنما يرفع يديه داعيا، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام على الصفا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يكرر ذلك 3 مرات ويدعو بين ذلك ويرفع يديه داعيا ولا يشير بهما عند التكبير. والإشارة باليدين من الأخطاء الشائعة، إشارة باليدين من الأخطاء التي هي شائعة عند جماهير المسلمين. ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشيا يعني على حين، فإذا بلغ العلم الأخضر رقد رقدا شديدا، يهرول هرولة على قدر ما يستطيع ولا يؤذي. فقد روي في حديث ضعيف وهو حديث حبيبة بنت أبي تجراه، وضبطت تجراه وفي ضبطها اختلاف كثير، هي إحدى نساء بني عبد الدار، قالت: دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي الحسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة، وإن مئزره الجزء السفلي من الإحرام، وإن مئزره ليدور في وسطه من شدة سعيه، حتى إني لأقول إني أرى ركبتيه صلى الله عليه وسلم، وسمعته يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والشافعي، ولكنه حديث ضعيف. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتد في السعي في بطن الوادي بين الصفا والمروة، وهو ما يقال له الآن بين العلمين الأخضرين. فإذا بلغ العلم الأخضر الثاني مشى كعادته حتى يصل إلى المروة، فيرقى عليها ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل من المروة إلى الصفا، فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه يعني بين العلمين الأخضرين. فإذا وصل الصفا فعل كما فعل أول مرة، استقبل الكعبة ويرفع يديه داعيا ويأتي بالذكر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا وصل المروة فعل، وإذا وصل الصفا فعل، حتى يكمل 7 أشواط: ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر، ويقول في سعيه ما أحب من ذكر ودعاء وقراء. فإذا أتم سعيه 7 أشواط يكون الشوط 7 منتهيا في المروة، وإذا خرج من باب المروة وجد الحلاقين دكاكين دكاكين، فإنه يحلق رأسه إن كان رجلا وإن كانت امرأة، فإنها تقصر من كل قرن أي من كل ضفيرة أنملة، تقصر من كل ضفيرة أنملة، لا تحلق رأسها،
وإنما ذلك للرجال. ويجب أن يكون الحلق شاملا لجميع الرأس، وكذلك التقصير يعم به جميع جهات الرأس. الحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، إلا أن يكون الوقت وقت الحج، فإنه لا يتسع الوقت حينئذ لنبات شعر الرأس، فالأفضل التقصير ليبقى الرأس للحلق في الحج، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في حجة الوداع أن يقصروا للعمرة، لأن قدومهم كان صبيحة رابعة من ذي الحجة، فكان الوقت لا يتسع لنبات الشعر حتى يحلق بعد ذلك للحج، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصروا. إذا فعل ذلك وأتى بهذه الأعمال تمت عمرته، فتكون العمر الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير. الإحرام، الطواف، السعي، الحلق أو التقصير، هذه أعمال العمر، ثم بعد ذلك يحل منها إحلالا كاملا، ويفعل كما يفعله المحلون من اللباس والطيب وإتيان النساء وغير ذلك. بهذا نكون قد اعتمرنا قبل الصلاة، فإن وجدتم نشاطا نحج بعدها إن شاء الله، وإن لم تجدوا فالله المستعان. إن وجدتم نشاطا نحج بعد الصلاة، وإن لم تجدوا نشاطا فالله المستعان، نحج في الأسبوع القادم إن شاء الله، الأسبوع القادم الله المستعان، لا يجدون نشاطا. نحج بعد الصلاة، حتى إذا أراد أحد أن ينصرف فإنه ينصرف راشدا، لا حرج عليه، لا تقيده الصلاة ولا تحبسه. فمن أراد أن يجلس للحج فذلك، وإلا فلينصرف راشدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.